الشراكة ما بين جمعية السد القنيطري والحيتان الزرقاء القنيطرية. ضمنا هذا التكريم اللي هو أصلا احتفاء اللاعب سعيد المحجوبي، لاعب سابق اللي نهضة القنيطرية فترة الثمانينيات، واللي بالفعل أنه أعطى الكبير بالنسبة للنهضة القنيطرية في هذه المرحلة اللي هي مرحلة الثمانينيات. وهذا الاحتفاء هو فقط نقولوا أننا نصل الماضي بالحاضر، على أساس أننا نعرفوا هذا اعتراف واحد اللاعبين اللي هما شكلوا اللبنة الكبيرة والقوية للرياضة القنيطرية وخاصة كرة القدم، سواء في إطار النهضة القنيطرية أو النادي القنيطري. بالفعل هذه بادرة دأبنا عليها منذ سنوات ولازمنا نقوم بها، ونتمنى أننا نقوم كذلك هذه في المستقبل لاعبين آخرين اللي عرفتهم الميادين سواء ديال القنيطرة أو الميادين الوطنية. والتذكير أنه راه لاعب كان مع فريق الأمل أو النادي الأولمبي المغربي. الله يرحمه. نشكر جميع الناس الحضور اللي شرفونا وكانوا ساهموا في إنجاح هذه التظاهرات الرياضية والأمسية اللي كانت بمناسبة احتفاء اللاعب سعيد المحجوبي، لاعب اللي أعطى الشيء الكثير لفريق النهضة القنيطرية. والآن كان الواجب علينا أننا نحاول ما أمكن نردوا له ولو بسيط من الجميل. وكنشكروا كاع اللعابة القدام وكاع المسؤولين وكاع الناس اللي حضروا معنا هنايا، وكنشكروا المسؤول ديال الملعب اللي وفر لنا كاع الظروف، وكنشكروا كذلك الصحافة في شخص سي خالد سيد وجميع المصورين اللي حضروا معنا. وإن شاء الله بإذن الله نعيدكم بمبادرات أخرى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جد مسرورين بالتواجد ديالنا هنا في هذا الحفل التكريمي اللي نظموه الاخوان ديال الجاليه المغربيه اللي في الخليج، وفي حق سعيد اللي كان يعني لاعب مميز لا ظاهر ايمن لا كرويا ولا اخلاقيا. فسعيد يعني اعطى الكثير للنهضة القنيطرية وكيستاهل هذا التكريم. سعيد محجوبي كان يعني محبوب عند جميع العناصر ديال المكونات ديال النهضة القنيطرية. حنا جد مسرورين هنا بالتواجد ديالنا هنايا باش نحتفلوا معاه بهذا الحدث، وكنتمناو الاخوان يكرروا هذه المناسبات حق لاعبين اخرين اللي عطاو الشيء الكثير للمدينه. السي سعيد المحجوبي كما كنلعبو كان لاعب خلوق ولاعب كبير اللي عطى النهضه القنيطريه، والحمد لله كان عنده واحد تقنية كبيرة. وش نقول لكم بالنسبة لسعيد ما صفاتوش كرة القدم، وحنايا جينا نحتفلوا به ونحتفلوا بهذا الاحتفال اللي تسوي به الجمهور المغربي. وانا كنشكر اللجنة المنظمة لهذا الدوري هذا بكل صراحة، على عجبني هذا الشيء هذا، ولكن هذا الشيء خصو يدار في ملعب البلدي، لان ملعب البلدي ديال المدينه ما دير حتى شي واحد، لان هاد اللعابه راه لعب في كرون فوت، حنا ماشي ضد المدينه مزيانه، ولكن علاش الناس مسؤولين بحال ملعب بلدي علاش ما يلعبوش الدوري ما داروش فيه؟ لان هاد اللعابه راه لعبوا تما، راه لعب ديال النهضه، النهضه فرقه كبيره، ماشي فرقه ديال القصاره، فهمتيني؟ خص ملعب بلدي يبقى يلعبوا فيه بحال الدوريات هادو، وباش تجي فرقه من الرباط وتلعب هنايا كتستقبل هنا، وفرقه ديال القنيطره ما يلعبوش راه الظلم هذا حق الرياضه. كاين الناس ما يعجبهمش الحال، انا راه تنهضر بحالك انا فهمتيني، كاين كاع الملاعب غنقادو في القنيطره. ذكريات اللاعب سعيد بكل صراحه، انا راه كنتي لعب معايا بهذا انايا دوريات، كنا كنديرو الدوريات في التيار الحمار في دار الشباب في ملعب المسيره، هو الدري كان تيلعب في النهضه، وانا كانت عندي واحد الميزه كاع اللعابه ديال النهضه كنت تلعبهم في الدوريات، يعني اي واحد كتجي يلعب ضدي تيقول لي تشوفوا انت ديتيها لا جامع الدري ديال النهضه. هاد الميزه هاد اللعاب هذا اللاعب كان خلوق، وبصراحه عطى الكره، والكره عطاتو شنو عطاتو اصدقاء، هذا هو.